مساء الخير عن جديد مشاهدينا. هلا رح انتقل للشق الانساني بكل هذه العدمانيه الاسرائيليه اللي عم بتصير، الاهتمام بالنازحين، كيفيه تامين المساعدات لهم مع الاب هاني طوق. مساء الخير ابونا. مساء الخير. ابونا، اول شيء يعطيكم الف عافيه على كل هالمشروع يلي عم تقوموا فيه. بدايه خبرنا، انا بعرف انه الاشياء اللي كنت عم تعملها والمطبخ يلي انشاته بلش منذ انفجار مرفق بيروت، خبرنا اكثر شو بيفرق هلأ عن انفجار المرفأ وشو مشاريعكم وكيف عم تجي المساعدات؟ نحن بلشنا بعد تفجير مرفأ بيروت. نعم. بالمطبخ تبعنا، يعني طبخنا على الطريق حوالي 25 يوم، بعدها أخذنا ديبو صغير وحولناه لمطبخ بدائي، والمطبخ البدائي تحول معنا لمطبخ أكبر وأكبر، وبعدين خلصنا 2020 بأنه نوزع 250 طبق، 2021 600 طبق، 2022 800 طبق، 2023 1000 طبق. بلشنا ب7 كانون الثاني 2024 بالبناء الجديد يلي نحن موجودين هلا فيه ب 1500 طبق، ورجلجنا حالنا واكيبنا ومطبخنا على 1500 طبق يوميا بيتوزعوا بين الصاله يلي بنستقبل فيها الناس من كل الاتجاهات، من كل الميلات، من كل الالوان، من كل الطوائف، من كل الجنسيات، من كل العالم. و شو اسمه البارتي الثاني يلي هي الناس اللي بتجي بتجيب تبرواليتها وتنجرها، كمان بنعطيها من دون اي سؤال لا كيف ولا وين ولا ليش. والبارتي الثالثه يلي هي بنطبق فيها الصحون، بتسكروا بيصيروا اطباق ساخنه، بينتقلوا لا ان كان لجمعيات وان كان لا كان بالاول لاورفلينا ولا كثير اشخاص هن بامس الحاجه. بعد المعضلة والوجع الكبير يلي صاب اسم كبير من شعبنا ان كان بالجنوب او بالضاحية او بالبقاع، واضطروا انه يتركوا بيوتهم ويصيروا مستضافين عند انا بكره كثير كلمة نازحين، هودي ناس مستضافين، نحن مستضيفينهم اليوم، يمكن بكره هن يستضيفونا كمان او هن اهل ضيافة واهل كرم. بهالمرحلة اضطرينا نطلع من 1500 طبق ل 3000 3500 طبق، اوقات عم نوصل لل 4000 طبق، يعني عم نحاول انه نعطي القمه القصوى بموضوع انه بتشغيل المطبخ. بارت هاني، الايدي البيضاء كثير كثيره، بس نحن فعلا بمأساة، يعني اكثر من 1,200,000 نازح. حضرتكم وين عم بتغطوا اكثر شيء؟ كيف عم بتكون حضرتك شخصيا عم تنزل توزع، عم تروح عند النازحين يا ما في جمعيات عم تجي لعندك؟ وكيف عم بتأمنوا؟ السؤال يكون بعده، كيف عم تأمنوا هذه المساعدات؟ لكن رح اجاوبك على الشقين. اول فتره رحت، بس هيدا الشيء إذا بدك دمرني من جوا، لأنه أنا بعرف الناس، بعرف الضياع، بعرف العالم، كنت زورهم، يعني بعرف الضياع الجنوب من قد ما بدك من فوق لتوصل إلى صرفند، يعني كل هيدا جبل عامل بعرفه ضيعة وضيعة، وعندي علاقات معهم ونايم ببيوتهم وجايين لعندي. يعني نحن وبلجنة حوار ولجنة مع الأب مارون عطا الله، يعني بيرمين الدنيا كلها سوا، يعني هودي الناس أنا بعرفهم. ما كنت اقبل اني اتطلع بعيونهم واولادهم نايمين على الارض، يعني هيدا الشيء كثير ضايقني بشكل كثير كبير. اخذت قرار انه انا وسع المطبخ قدر الامكان واطلب ورا الجمعيات هي تاخذ وتوزع، لحتى اقدر اول شيء يكون انا اقدر اضبط حالي نفسيا وروحيا وجسديا، وده اللي عم بقدر اعطي للاخر، واثنين اقدر دير المطبخ بشكل كثير كبير، لانه بطل مطبخ صار مصنع. يعني ما تفكري انه هيني تعملي 4000 طبق بنفس اليوم، وعلى 11:30 بدك تسلميهم، يعني مش انه انت 4000 طبق بتسلميهم الساعه 6 عشيه، 11:30 ببلش التسليم. يعني من ال 11:30 ل 12:30 ماكسيموم وحده ل 4000 طبق واصلين للناس، يعني الناس يعني لازم يكونوا سخنين ابونا. ايه سخنين كلهم، يعني على الوحده بيكون اخر، ممكن اخر حدا عم بياخذ، يعني خلص بيكون وصل الاكل لكل الناس. مشان هيك بدها اداره بشكل كثير كبير. هلا بشكر الله على زوجتي اللي هي عم بتدير المشروع بشكل رائع جدا، على الاكيب اللي معي اللي هو عائلتي الكبيره المؤلف من 10 اشخاص رائعين جدا، لا بيسالوا على الوقت، لا بيسالوا على التعب، بيعطوا من كل قلبهم، ما في اي حدا بالعالم ممكن يعطي قد هن ما بيعطوا من قلبهم، بمعاش شبه مجاني اذا بدك،
وبيعطوا من قلب قلبهم، الرب عم بيباركهم بشكل كثير كبير. وعندنا بالمقابل مش بس المطبخ، نحن عندنا كمان المركز يلي نتعاطى فيه ما هو العلاج الأسري والعلاج ما بعد الصدمات وعلاج الأولاد وعلاج العائلات، أو هالصدمات كلها يلي عم بتصيب العائلات بشكل كثير كبير. يعني في كثير أوقات بتفكري إنه هالعائلة خلصت من الموت، مزبوط خلصت من الموت، بس هيدي العائلة مدمرة كلها سوا نفسياً وعائلياً واجتماعياً ويمكن أوقات كثيرة روحياً. هؤلاء الأشخاص بحاجة لحدا يعالجهم، حدا يوقف حدهم، لحدا يرافقهم. المرافقة بهيدي المرحلة أهميتها من أهمية الأكل والشرب، لبل بعض الأوقات أهم من الأكل والشرب. يعني إذا بدك هيك بمطرح معين. أكيد هلأ بنحكي مفصلاً عن هذا الموضوع. نعم. أبونا بموضوع الأكل وبموضوع الوجبات السخنة، مين عم بيساعدك؟ كيف عم بتأمن الخضرة والفواكه واللحمة وكل هيدي التفاصيل؟ أكيد ربنا دايما موجود ليدبر، بس حضرتك يعني عم تقول 4000 وجبة يلي هن منن شي هين أبدا يعني، والناس يوصلوا لهم سخنين ويقدروا ياكلوا، وعم تقول بأكيب صغير يعني عم يعطي أكثر ما عنده بهذا الموضوع. كثير متطوعين، كثر خير الله عم بيجي كثير متطوعين، ونحن بأمس الحاجة إلى متطوعين اللي عم بيسمعونا من كل الأماكن. قد ما عندنا متطوعين قد ما العمل بيمشي أحسن وأكثر، وهذا الشيء بيساعدنا بشكل كثير كبير، وبعيشوا اختبار معنا مخيف رائع جدا. يعني أنا بقول لك اليوم بشكر الله على لافونداسيون سي ام اس جي ام، هي الداعم الأساسي لإلنا اليوم بهالمرحلة اللي انتقلنا فيها من 1500 صحن ل 3500 ل 4000 صحن. الداعم الأساسي فونداسيون سي ام اس جي ام. عندنا بعض الداعمين يلي دائما ما تركونا من اول ما بلشنا لليوم، الاوفر دوريون، مستر نعمت فريم، اذا بدك الاصدقاء من استراليا من امريكا. بدي هون اقول شيء، بدك تسمحي لي اقوله. تفضل. وبهمني اني وصله. في كثير اشخاص لا يتوافقون نص ربع 1% لا مع فكر المقاومه ولا مع الحرب ولا، واصلا في عداء، يمكن عداء عقائدي وعداء تاريخي، بس ما بخبرك كيف بيجيبوا بيك ابات الخضره والحبوب واللحم والدجاج و ابونا. يمكن نحن ما قادرين نروح مباشره، بس نحن متعاطفين معك ومتعاطفين مع هودي الناس، وهيدي دونيشن كبير. يعني اذا بخبرك عن ناس ما ممكن تتصوري براسك انه هول الناس يدفعوا مصاري او يقدموا لهول الناس. فتعرفي قديش اللبناني بوقت الحقيقه هو لبناني، هي روح وحده، هن ناس تتعاطف مع بعض البعض، هي عالم بيعرفوا كيف بيحبوا وبيعرفوا كيف بيعبروا عن محبتهم للاخر، بغض النظر عن مناكفاتهم السياسيه ومناكفاتهم هيدي الالاعيب السياسيه اللي ده حقهم الطبيعي بكل بلد بكل مجتمع بكل بيئه. ابونا هاني هلأ نحنا كنت عم بحكي قبل شوي مع ضيفة، ما بعرف إذا كنت عم تسمعنا، أنه نحنا بمحاولة إسرائيل يعني بكل العدوان الهمجي اللي عم تعمله، هناك مخططات يمكن لتهجير طائفة معينة من البلد. حضرتك كاهن وأب، وبتعرف أنه البابا القديس يوحنا بولس الثاني اعتبر أنه لبنان أكثر من بلد، أنه رسالة تلاقي ومحبة وتضامن. يمكن من منطلقك الديني والروحي عم تقوم بهيدا المساعدات، لأنه لبنان ذو وجه واحد منه لبنان. شو رأيك بهذا الموضوع؟ رح اقول لك شغله، انا ما بدي فوت، انا مع اني انا استاذ علوم سياسيه واستاذ، لا نحن ما بدنا نفوت بالسياسه، بدنا نحكي بالشق الانساني والديني. اخذت على نفسي من 4 سنين لليوم ان لا اتعاطى السياسه مطلقا، لقد هجرتها الى الابد ورحت الى البعد الانساني ببعده المسيحي العميق. انا لا اريد ان اتكلم، انا ما اريد ان اقوله الحرب رح تخلص، وإذا ما خلصت بكرة بعد بكرة، وإذا مش بعد بكرة بعد شهر، وإذا ما بعد شهرين. بدنا نرجع نقعد مع بعضنا البعض، بدنا نرجع نتكاتف، بدنا نرجع نحط الكتف على الكتف ونتضامن لحتى نرجع نبني بلدنا. هيدا بلدنا بخصنا كلنا سوا. كفركلة بتخصني مثل ما بتخصني بشر، شري بتخصني مثل ما بتخصني المطلق، المطلق بتخصني مثل ما بخصني السرفان. هودي ضيعنا، هودي أهلنا، هودي ناسنا، هودي أولادنا بدهم يعيشوا سوا، بدهم ينزلوا على نفس الجامعة، وبدون يركبوا بنفس التاكسي، وبدون يروحوا على نفس السوبر ماركت، وبيشربوا نفس المي، وبياكلوا نفس الاكل، وبيرقصوا على نفس الغنيه،
وبيدبكوا على نفس الموال. نحن شعب آخر شيء آخر شيء آخر شيء هيدا شعبنا وهيدي تاريخنا وهيدا أرضنا وهيدا مستقبلنا. قد ما في مناكفات واللي بدك إياه وكل المخططات الدولية، ما بتقدر إذا كنا حقيقة من جوا متضامنين مع بعضنا البعض، ما حدا بيقدر يزرع هذا الشقاق. حقنا الطبيعي يكون عندنا اختلاف سياسي، اختلاف بوجهات النظر، بس أي إنسان بهيدي المرحلة ما عنده تضامن إنساني مع خيه بيكون عم يعمل فعل إجرام بكل معنى الكلمة، لأنه هيدا خي الإنسان يلي أنا مؤتمن عليه وقت اللي بيكون حزين، وقت اللي بيكون مريض، وقت اللي بيكون مسجون، وقت اللي بيكون نازح، وقت اللي بيكون اضطر إنه يترك بيته. وهيدا يلي الرب بيقوله بمتى 25: كنت جائعاً فأطعمتموني، كنت عطشاناً فسقيتموني، كنت حزيناً فزرتموني، كنت مريضاً، كنت سجيناً، كنت واليوم زيدي علي اضطريت أن أترك بيتي فأويتموني واهتميت فيه. الرب ما قال كنت جائعاً مارونياً فأطعمتموني، ولا كنت عطشاناً أرثوذكسياً فسقيتموني. كنت جائعاً بالمطلق، كنت عطشاناً يعني أي إنسان إن كان سني أو شيعي أو مسيحي أو درزي أو هندي أو سانسكريتي أو ياباني أو أمريكاني أو أوروبي، أي إنسان بحاجة أنا دعوتي أوقف حده. شو حال إذا إخوتي بقلب الوطن وإخوتي اللي عايش أنا وياه هون ومصيري من مصيري؟ أبونا هلأ حضرتكم لشو بحاجة؟ بدأ أرجع أحكي معك حضرتك عن الدعم النفسي ودعم الأطفال ودعم الأولاد. هلأ حضرتكم لشو بحاجة؟ يعني تكل يوم تقدر بعدك عم تأمن 4000 وجبة، وقل لي أكتر بأي مناطق عم بتكون يعني، أو أنت عم توزعهم للجمعيات والجمعيات هن عم بيقرروا بأي مناطق بتكون تكونوا؟ هلأ نحن كمان رايحين على مطرح كتير دقيق، عم نتحول شوي شوي من المراكز الإيواء الكبيرة لا العيال يلي استقبلت عيال عندها يلي مستضيفة ناس بشكل كتير كبير. نحن عم نروح على هيدا الكوتي لحتى نقدر ندعم العائلة يلي استقبلت والعيال يلي مستضافين، يعني المستضيف والمستضاف لنقدر ندعمهم مع بعضهم. ومشان هيك بتلاقي عنا كمية طناجر كبيرة أوقات بتيجي بتاخد للعيال، لأنه العائلة بيكون عندها 20 25 واحد مستقبلتها بالبيت، هيدا عنده 18، هيدا 16، هيدا 20، هيدا 25، هيدا قدر استقبلهم جمعة جمعتين بعدين ما بقى يعني صار. هو العبء الاقتصادي على الناس كلها أبونا، يعني العبء الاقتصادي ده جمع وجود من 2019 وصولا لهلا يمكن مش قادر يكفي عائلته 100%. مشان هيك عم نروح على هيدا اكثر من مراكز الايواء الكبيره يلي عم تاخذها الجمعيات الكثير كبيره وعم تهتم فيها. عندنا اكيد عندنا مراكز الايواء عم نبعث عليها، بس هلا عم نتوجه اكثر واكثر لهالنقطه بالذات لانه فيها ضعف كثير كبير. هول الناس اللي قاعدين عند قرايبينهم هون او عند المستضيفين تبعهم، هودي منهم محصيين لا بمراكز الايواء ولا مع الجمعيات الكبرى، ولا حدا بيجيب لهم اي مساعده ولا اي شغله. ليه؟ لانه بيعتبرون انه هودي مدبرين حالهم، اور هودي الناس اكثر ناس عم بيعينوا. صحيح. ابونا كيف بتعرفوا فيهم؟ هن عم يجوا لعندكم يتوجهوا لكم يا ما حضرتكم عم هن عم يجوا يقولوا لكم انه نحن مستضيفين عيال؟ هل قد قدرتنا؟ من خلال الاعلام العيال مش عم نقلل عنها ابدا. هلا نعم. المراكز الايواء الكبيره بيقولوا لنا بدنا 500 بنعطيهم 300، لانه في دجا ناس عم تهتم فيهم. ايه بس العيال ابدا منا عم نقصر معهم، اذا بيقول 25 بعطيه 25، 50 بعطيه 50. ما بقصر لانه حاسس معهم. مع هيدي الكاتيجوري اكثر بامثل بحاجه انه نوقف حد. أبونا هاني حكيت عن شغلة كتير مهمة بدي أتوقف عندها، حكيت عن مركز بيهتم بالناس بالولاد خصيصا والسيدات والكل يلي عاملين تروما، يعني الولد يلي كان عم يسمع قصف ليل نهار، الولد يلي يمكن استشهدوا أهله، يلي استشهد حدا من قرايبينه أو من عائلته، أو حتى السيدة يعني كان ضيفة بارميشال عبود وقال لي إنه في ناس ما بقى عم يقدروا يحكوا، في ولاد ما بقى عم يقدروا يحكوا تيعبروا شو بهون. كيف هيدا المركز عم بيكون؟ كيف بتتوجهوا للولاد؟ أنتم بتنزل ولا عندهم؟ كيف خبرنا اكثر. الناس اللي عم بيطلبوا، يعني الناس اللي بيجوا لعنا وعم بيطلبوا عم نكون نحن بالخدمه. هلا عم نحضر حالنا لشغلتين اساسيتين. اول شغله بالمطبخ النقال يلي عم نحضره انه نصير نقدر نروح لعند الناس نطبخ قدامها، يصير الطبخ دغري يعني يوصل لالهم سخن كثير. وشغله ثانيه عم نحضر برنامج مع بعض البسيكولوج سيكوثيرابيوت اورثوفونيست وهيك، لحتى على مراكز الايواء الكبيره نقدر نروح نعمل نوع من اكتيفيتيات، يعني
ساعه ساعتين او نهار السبت بنعمل دومي جورني مع الاولاد مع الاهالي. عرفتي كيف يعني؟ نعم. ما بتقدري كمان عمليا تفوتي بالعرض لانه هيدا الشيء بيأذيهم، ولا بتقدري تتركيهم. يعني بدك تفوتي بطريقه كثير ذكيه، كثير تحترمي فيها كرامتهم، كثير تحترمي فيها انسانيتهم، بيئتهم، افكارهم، تقاليدهم. ما بتقدري تقرري انت يلي بدك اياه حاجاتهم، بدك تعرفي حاجاتهم هن على اساسهم تقدري تكوني عم بتلبي. يعني وهيدي كثير شغل دقيق وشغل حساس وشغل بدك تشتغليه مثل النعس، يعني على الهدف على الهدف على الهدف. ابونا الاولاد كمان تحديدا بدي احكي عن هذا الموضوع، لانه بنعرف انه اولاد يعني بمراكز الايواء عم بيقولوا نحن ما بدنا مساعدات وما بدنا اكل، بدنا نرجع على بيتنا، بدنا نرجع على اوضتنا، بدنا نرجع على لعبنا، بدنا نتحمم بحمامنا يلي هو حقه الطبيعي للولد انه يعيش ببيئه سليمه، حقه يتعلم، حقه يعيش بكرامته. الاولاد الناس يلي تركوا بيوتهم اهلنا بالجنوب وبالبقاع وبالضاحيه مش عم يتعلموا، مش عم بيكون عندهم ادنى مقومات العيش. مشكله كبيره، نحن رايحين على مشكله كثير كبيره. نعم. تسيب المدرسه، موضوع النظافه، موضوع الانحراف، موضوع التروما، موضوع المشاكل الاسريه الزوجيه. نحن رايحين فعلا. اذا طولت الازمه رايحين على مشكل اجتماعي نفسي عائلي كثير كبير اكثر ما بنتصور. هلا بعرف الناس هن بيئه محافظه، هن بيئه بتعرف تلملم بعضها، بتعرف تحضن بعضها، وهيدا شيء نشكر الله عليهم، بس هيدا ما بيعني انه منهم رح يتعرضوا لكميه اوجاع كثير كبيره كثير كبيره مع الوقت، وخاصه الاولاد. مشان هيك انا بالنسبه لي قد ما بتطول الازمه قد ما نحن رايحين على انفجار كثير كبير، قد ما من كمان بتطول المساعدات تتجي والمساعدات تكون موجهه بشكل جيد. أكيد. قد ما نحن عم نسمح لكثير حركات متطرفه، لكثير افكار متطرفه، لكثير يعني نحن عندنا مشكل هلا بمطرحين، يعني الناس يا اما بتروح على التطرف الكلي يا اما بتروح على التسيب الكلي. نحن بدنا نحاول انه نخلي الناس بالوسط لنقدر نبني من جديد نحن وياهم هيدا الوطني اللي بنحلم فيه نحن وياه. برهاني انا صار وقت بعد شوي اختم معك، بس بدي اسالك اخر سؤال واتمنى كلمه اخيره منك. نحن بمجتمع متعدد ومتنوع، ويمكن بمحلات معينة عم نلجأ للصلاة، واليوم يمكن شفت على السوشيال ميديا دعوات لإضاءة الشموع على شرفات المنازل لأنه يمكن حلول الأرض عم تخلص، لأنه هناك تعنت إسرائيلي واضح وعدم رد على ولا قرارات دولية ولا حقوق إنسان ولا كل هيدي التفاصيل. شو رسالتك ككاهن وكأب مسيحي لكل هيدول العائلات، لكل الناس يلي طمعن في القتل والتهجير وكل هذه التفاصيل؟ رح أقول لك شغلة، الحياة هي خيار، تختاري السلم، السلم بيختارك، تختاري الحرب، الحرب بتختارك، تختاري العداء، العداء بيختارك، تختاري بناء الجسور، بناء الجسور بتختارك. خيارنا المحكومين فيه، المفروض عليه بعمق إيماننا، إن كان المسيحي أو المسلم أو الإنسان أو اللي بدك إياه، هي إنه نختار السلام، السلم، نختار بناء الجسور، نرجع نتكاتف لحتى نرجع نبني وطننا سوا ونعمل حقيقة لبنان الرسالة، رسالة عيش، رسالة سلام، رسالة انفتاح ونموذج للعالم كله سوا. هيدي بدي كلمة أخيرة منك، شو بعد حضرتك بحاجة؟ مطبخكن لشو بحاجة أكتر؟ شو بتناشد الناس الخيرين، الجمعيات، الدولة اللبنانية يمكن؟ ما بعرف لمين مناشدتك رح توجهها. أنا بناشد كل حدا بحاجة مطبخنا بالخدمة، وربنا عم بيدبر وكتر خير الله لحديد هلا. نشكر الله فايض علينا بخيرات، ويلي بحاجة مطبخنا مفتوح، نعطي من قلبنا من دون أي تمييز، من دون أي سؤال، من دون أي يعني مس بأي كرامة إنسان. أي إنسان بيقدر يجي بيقدر ما يصرح عن اسمه ولا عن طائفته ولا عن انتمائه ولا عن أي شيء، بيطلب بياخد.
كل اللي بطلبه انه تضلوا عم تصلوا لنا لحتى الرب يخلينا بصحتنا ونكفي برسالتنا للاخر. ونحن ابونا بدنا نطلب منك انه بصلاتك اكيد عم ترفع عنيه لبنان، ومثل ما كل القداديس والكهنه عم يرفعوا صلاتهم عنيه هذا البلد الموجوع والمجروح والمتالم. انا بدي اشكر كثير مدخلتك، على امل انه يوم تكون ضيفنا بالاستوديو ايضا. حبيبي تسلمي لي.